طيب يا جماعه، وزي ما بيقولوا كده، خلونا نروح للاسئله المهمه. نروح المالديف ازاي من مصر؟ ناخد ايه من مصر يطلعنا المالديف؟ زي ما بيقولوا اكيد هتقول لي ناخد الطياره، مفهوم يعني. لا، السؤال هنا الرحله بتاخد قد ايه، بتروح فين، بتيجي منين، التفاصيل دي. الناس دي ما تعرفوش ان المالديف رحله طويله جدا، احنا بنتكلم عن 12 ساعه طيران. عشان كده احنا هنا في المحطه الاولى الى المالديف، وهي الامارات الشقيقه في مطار دبي. مفيش طيران مباشر بين مصر والمالديف، فنركب طيران من مصر. نركبنا الساعه 7 تقريبا، وصلنا هنا في مطار دبي الساعه 11، وهنتحرك من مطار دبي هنوصل المالديف 7 الصبح، يعني 12 ساعه طيران كامله. احنا دلوقتي طبعا مطار دبي هايل وعظيم، هتفسحوا فيه وفي شوبينج وفي كل حاجه انتوا عايزينها. طبعا هذه الرحله برعايه مالديف 360، المصريين اللي سيطروا على المالديف، والنهارده قرروا يفرجوها لنا بشكل مختلف جدا.